والأسماء ما بين الفريقين. الاتحاد مع صافرة البداية، الاتحاد يدخل بفواز القرني، محمد ريمان، ياسين حمزة، بدلاء أسماء، يحاول كيش، يحاول ينقل الكرة للكويكبي، تغطية مرة ثانية من الأنصاري، فقد كرة، محاولة إلى خارج أرضية الملعب. فخر الدين بن يوسف اللاعب التونسي يظهر هداف فريق الاتفاق وحضر من خلال هدفين، وبالتالي تسديدة من فخر الدين بن يوسف ولاعب المنتخب التونسي. بعد الكرة الأخيرة سددت إلى خارج أرضية، محاولة على اليسار، نقل على اليسار، انطلاقة حسين السيد، حاول يراوغ، تقدم، مر حسين السيد وأمام عمر المذيعي. محمد الكويكبي أثبت تواجده حتى مع المنتخب السعودي، طويلة عالية بالرأس إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا أحمد إبراهيم النجم العراقي اللي راح يلعب مع منتخب بلاده، واليوم عودة اللاعبين الدوليين بعد المشاركة وبعد توقف الدوري، ومنتخبنا يعني حتى الشارع الرياضي اللي ما هو مطمئن. نقلة على الطرف اليمين، شوف الانطلاقة، تقدم السين، الظهير الأيمن، عكس كرة، لعب كرة عالية جميلة جدا، ليبان عبدي عدت كرة حلوة جميلة، لعبها الظهير الأيمن عمر السنين، ليبان عبدي، اللياقة القوة عند ليبان عبدي، تقدم بشكل جيد، لعب الكرة، الكوماندوز، المحاولة الثانية لكنها عدت إلى خارج أرضية، ياخذ كرة، يتقدم ليبان عبدي، شوف شلون يتحرك ليبان عبدي، يتقدم للأمام، المحاولة حبيب الله، الله، حسين حبيب لمس الكرة بصناعة رائعة لفخر الدين بن يوسف، لكن حارس المرمى المتألق فواز القرني بثبات، بثبات، كعب مرة ثانية، محاولة أمام الجول، العرضية، يكمل، يكمل، عدت مرة ثانية، غريبة الكرة، سولفوا بالكرة الاتفاق، حسن الحبيب من أمامه، فخر الدين بن يوسف صارت سوالف، كان ممكن يعدي، شوف 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 المساحة، هنا التسديد، فخر الدين بن يوسف تدخل على عمر السنين اللي كان جاهز يقول له اتركها، وبالتالي وصلت إلى يد حارس المرمى. أمامه تباطأ، ضاع بالكرة السميري، عرض الكرة، أحمد إبراهيم تدخل وحكم المباراة، احتسب ركلة مرمى. السميري كان يطالب بخطأ، أحمد إبراهيم العراقي هذه الكرة احتسبها حكم المباراة إلى ركلة سميري. ربيع لمسة مرة ثانية، سميري يحاول داخل منطقة الجزاء، محاولة عدت مرة ثانية، تغطية دفاعية، الكويكبي، عمر السنيب، صفارة، خطأ لعمر السنيب. الله على عيسى عبد الله ظهير الاتفاق، هذا أوليفر كان، واحنا الحديث كله عن الحراس، الحارس العملاق الكبير الرائع، الحارس في مونديال كأس العالم، الحارس الألماني أوليفر كان. ليبان عبدي تسديدة جميلة، جميلة تسديدة، لكن عدت على يمين فواز القرني إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. جولة 25، نذكر السادة المشاهدين هذه الجولة خصصت لقواتنا البطلة المسلحة. مرة ثانية حسين الحبيب، حسن الحبيب، احنا معاقين على حسين السيد وحسين الحبيب، لا حسن الحبيب منقولة. مرة ثانية صفارة، صفارة وخطأ، المباراة خلاص يعني مفترض تاخذ يعني منحنى آخر، يعني خلاص الجمهور الحاضر في ملعب الجوهرة اليوم والمتابعين لهذه المباراة وختام الموسم بأفضل. اوه العرياني مر، مر العرياني، مر بكرة جميلة، محاولة داخل منطقة الجزاء، عرضية جميلة، الكرة الاتحادية، الله الله، أجمل كرة اتحادية، مر العرياني هو المحاول الوحيد، مر بالكرة من اليمين والمرة هذه من اليسار، مر فيها العرياني، عرض الكرة، شوف شوف شوف، رجع حسين السيد، غطى الكرة، رجعت مرة ثانية، تسديدة من باجن نوح، لكن أيضا مرة أخرى كان حبدي، ليبان يتقدم، يتقدم ليبان، ياخذ الكرة على اليسار، حسين السيد، ليبان مرة ثانية، يحاول يلعب الكرة العالية، أقرب إلى يد فواز القرني، استلام فيليب عبد، محاولة جميلة جدا، خير الدين، محاولة، فخر الدين حاول يمر، مر فخر الدين، عرض الكرة من المتابع،
محاولة أبعدها محمد ريما، ما في متابعة، كرة جميلة في الاتفاق، حاول مرة ثانية، الكويت بيحاول بالحل الفردي، حكم المباراة يقول ما في شيء. وتبدأ حكاية من جديد لعل ها بالخطأ 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 جول أول. الله الله، هذا يكفي عن الاعتذار يا رايسن بولحي، يكفي عن كلمات وإشارات الاعتذار، لكن أي اعتذار بالنسبة لربيع السفياني؟ هذه الغلطة وهذا الاعتذار، هذا هو الاعتذار الحقيقي. لكن عليك يا ربيع أن تعتذر مرة أخرى وتهز الشباك، كورة أخطأ فيها في المرة الأولى لا يكفي اعتذارك. اتحاد خطير قليل الوصول، لكن لما يوصل العرياني يكون خطير. مرة العرياني، الخطورة عند العرياني، مرة ثانية جول جول جول. الله، الشباك مرة أخرى وللجماهير مرة ثانية، ويسجل جول اتحادي، هدف للاتحاد مقابل لا شيء للاتفاق. على نهاية الشوط الأول ربيع السفياني يصالح الجماهير، وكان في أقل من دقيقة واحدة بس ضاع كورة، كان الاعتذار هو الجواب الحقيقي لهذا المهاجم ربيع سفياني. والعرياني كان كلمة السر في كل الكرات الاتحادية، والشباك مرة ثانية توصل عند ربيع سفياني. واحد الاتحاد، واحد العميد، لا شيء الاتفاق. انت الغربية يتقدم ويهز الشباك، ولا الأنصاري يتقدم يحاول يمر الأنصاري أمامه اثنين، خلص الكرة، محاولة من الكويكبي، الكويكبي يتقدم يلعب الكرة جميلة لكن مقطوعة، خلص الكرة. العكايشي مرة ثانية مع البداية، العكايشي أحمد عكايشي إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية التماس. رحلته القادمة مع الأخضر السعودي الخيبري. شوف 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 شوف، برافو 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 الأنصاري، برافو الأنصاري، برافو الأنصاري. الله، بشكل رائع وجميل، أتى من الخلف وفي غفلة خاصة، وبالتالي رجع وسجل الجول الثاني. الكويتي فهد الأنصاري يسجل هدف رائع وجميل، برافو على البريسنج العالي اللي عمله فهد الأنصاري، وتقدم ولعب كورة بالعقل كما أشار فهد الأنصاري، يسجل الاتحاد ويفرح جماهيره. شوف اللعبة بالأخطاء، واحدة اثنين، فتح أمام المرمى، استخدم فيه الذكاء واستخدم فيها مهارته. نعم، كورة جميلة جدا، وبحكمته سقراط مثل ما سموه، بحكمته. ها 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 ها، وين يشير الأنصاري؟ الله، مر العرياني، مر القاطرة الاتحادية، مر من الأول وبسرعة. الله يا العرياني، الله يا العرياني، مر من الأول، مر الكورة، محاولة العكايشي. الله الاتحادية، شوف انت.
وقال لجمال بن جندوح شوت على المرمى وسجل الثالث. ثلاثة الاتحاد، ثلاثة الاتحاد بكل أشكالها. شوف شوف العكايشي انطلق، انطلق العكايشي، وضع جسم العكايشي، انطلق العكايشي، لكن رجع مرة ثانية، يحتاج إلى مساندة، يلعب الكرة خطيرة باب الرابع، جول الله الله. روعة الاتحاد بالأربعة، روعة الاتحاد، يضرب الاتحاد، يجب كل الطرق أن تذهب للاتحاد وليس الاتحاد يذهب إلى كل الطرق، الطرق تذهب للاتحاد. ويسجل الرابع ربيع السفياني، بدأ مسلسل الأهداف، وربيع السفياني يقسو على الاتفاق، يقسو على الاتفاق في مباراة اليوم. الرابع للاتحاد، ما أروع الاتحاد برباعياته، ما أروع الاتحاد برباعياته. الآن على الكرة الأخيرة، شوف العكايشي لم يسجل اليوم لكنه صنع هدفين، هدفين لربيع السفياني. أربعة اتحادية، أربعة الاتحادية بقسوة الزمن على الاتحاد. اليوم يقسو على الاتفاق بقسوة الزمن على الاتحاد، اليوم يظهر بقسوة كبيرة. اي والله يا ربيع يضرب بالأربعة. عثمان العبود اخذ كرة، محاولة للتسديد، محاولة تسديد، الله يا فواز، الله الله يا فواز. حتى هذه منعها من احمد الشيخ، حتى هذه وكأنه يقول فواز خلاص الباب مغلق اليوم. احمد الشيخ يحاول يمر، يحاول بمهارته، وقف على كورته، يحاول التسديد، محاولة، جول 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 الاتفاق، يسجل الاتفاق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 83 بعد كورة المصري احمد الشيخ. لعب الكورة لكنه ما تعامل معاها حارس المرمى فواز القرني اللي كان يريد ان يحافظ على شباكه. فخر الدين بن يوسف التونسي يسجل الهدف الاول للاتفاق، لكنه غير كافي ابدا في هذه الدقائق، لم يفعل شيء الاتفاق يشفع له. يا جماهير الكومندز في مباراة اليوم وخاصة في الشوط الثاني، هذه الكرة مرة ثانية بالإعادة، سددت، لم يتعامل معها بجدية فواز القرني في التصدي معها. وبالتالي شوف حتى الوضع الجسدي لفواز القرني ما كان فيه الاستعداد الكافي على الكرة. يحاول تمريرة جميلة، راي 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 وتسلل. هذه كرة منقولة على اليسار، محاولة داخل منطقة الجزاء، لازالت لازالت داخل منطقة الجزاء، جول جول. نعم الاتفاق على آخر دقيقة، الاتحاد يسجل لكنه يستقبل هدفين، سجل أربعة واستقبل هدفين، وبالتالي سجل الاتفاق الجول الثاني في الوقت الأخير. هذه كرة كان خطأ من المدافعين، وهذه الكرة تسجلت وتسجل الجول الثاني. عبد الرحمن